وشوشة. لازم يكون عندنا من جوانا تفاؤل وأمل إن اللي جاي أحلى أيا كان. خلينا صراحة وخلينا واضحين، مصر طول عمرها كده، طول عمر مصر من بداية الخلق وهي كده. إيه اللي جد؟ الحاجة أم قرش بقت بعشرة، هو هيعمل إيه؟ أيا كان اللي ماسك هيعمل إيه؟ ما هو مجبر محكوم، أنت فاهمة؟ محكوم بأسعار عالمية عليه، هو مش ماسك عصا سحرية هيرخص لك اللبس، هيرخص لك الأكل، هيرخص لك البنزين، هيرخص لك معرفش، هو ما هو مجبر، هيرخص لك الدولار، هيرفع لك اقتصاد البلد، مش بإيده، واحدة واحدة، الدنيا اتخلقت في ست أيام ولا في ست ساعات ولا، فبالصبر هنوصل للي احنا عايزينه. ربنا خلقنا في كفاح وكبد واجتهاد، مش نقعد ونقول يا نهار ابيض ده المرتبات معرفش ايه ما بتجازيش، يبقى انا لازم امد ايدي من هنا من تحت الترابيزه. لا، ما انت بتضر، انت بتضر سمعه المكان ده. ده المكان ده بقول عايز تخلص معرفش ايه، شايف الفراش، شايف الموظف 10 جنيه 20 جنيه هيخلص لك الدنيا، ولا تقف طابور ولا تعمل ولا بتاع، ومالكش انت دعوه بالليله دي، هات 100 جنيه ولا 50 جنيه ولا خلص لك الدنيا. ما هو لازم نعلى بقى، لازم ننضف النظام ده اللي كان اللي ليه واسطه واللي ملوش ظهر والكلام ده كله، لازم بكره احلى بكتير. وشوشه، الموقع الفني الاول في مصر. رئيس مجلس الاداره محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد الهوادي. www.washwasha.org